صباح الخير يا مستر رشد. صباح الخير يا ولاد. اهلا يا باسم، اهلا يا يوسف، اهلا يا عمرو، ازيكم يا ولاد؟ اخباركم ايه وعاملين ايه في الدراسه؟ الحمد لله احنا بخير وكل شيء تمام، بس احنا عندنا مشكله بسيطه وقلنا لازم نيجي نحكيها لمس رشا عشان هي الوحيده اللي هتقدر تساعدنا في حلها. غير يا ولاد، ايه اللي حصل؟ صديقنا حمزه. حمزه التلميذ اللي لسه مسؤول عندنا في المدرسه؟ هو ده بالظبط. خير مالك؟ على طول قاعد لوحده، مش بيكلم حد ومش بيلعب مع حد ودايما سرحان. حتى الرياضه مش راضي يشترك معانا في اي حاجه خالص، حتى الرياضه طبعا كلمناه عشان يلعب معانا ويتعرف علينا بس هو ما ردش علينا، هو ما رضيش يكلمنا وقال سيبوني لوحدي ارجوكم، انا بحب اقعد لوحدي. وعشان كده فكرنا نيجي لحضرتك علشان نعرض على حضرتك المشكله دي. لا طبعا انا لازم اشوف المشكله دي نفسي. خلاص يا جماعه شكرا جدا لكم، اتفضلوا انتم وانا هتصرف ان شاء الله. بازم. نعم يا مس. بعد يا حمزه. حاضر يا مس. حمزه روح كلم المستر اشرف. مستر اشرف الاخصائيه الاجتماعيه؟ حاضر انا هروح اكلمه. نعم يا مس. حمزه انت ليه على طول قاعد لوحدك مش بتكلم زمايلك ومش بتلعب معاهم ومش بتشترك معاهم في الانشطه المدرسيه؟ اصل ماما منبهه عليا ان انا ما اكلمش حد وما العبش مع حد خالص، وانا وهي هتزعل مني لو خالفت كلامها واني مش قادر اخالف كلامها. طيب اول ما تروح البيت قول لماما ان مستر رشا عايزينك. ماما يا ماما في ايه يا حمد؟ مستر رشا الاخصائيه الاجتماعيه كلمتني النهارده في المدرسه وقالت لي بعت لي مامتك انا عايزاك. حاضر ان شاء الله انا جايه لها بكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ماما حمد، حضرتك طلبتيني؟ اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. والله انا ملاحظه ان حمزه دايما قاعد لوحده ومطمن على نفسه، مش بيشترك مع زملائه في اي حاجه، يا ترى ايه السبب؟ في الحقيقه حمزه ابني الوحيد وانا بخايف عليه ان هو يخترق في حد، وما بحبوش يخطئ وما بحبوش يشارك في الانشطه. بس لازم يشترك مع زملائه في الانشطه المدرسيه ويلعب معاهم عشان يخرج من الانطواء اللي هو فيه، وبعدين الاشتراك في الأنشطة ليها أهمية كبيرة لأنه هيقرب من زملائه وده هيبقى أحسن وأفضل إن شاء الله. أنا اقتنعت بكلام حضرتك، خلاص إن شاء الله يبقى يشترك ويلعب مع زملائه. شكرا ليك يا أم حمزة. حمزة أنا عايزاك تلعب مع أصحابك وتشترك معاهم في كل حاجة، أنا كنت غلطان في حقك وأنا السبب في كل اللي حصل لك ده، روح يا حبيبي وخلي بالك من نفسك. بجد يا ماما شكرا شكرا يا ماما، مع السلامة. أنت مش ملاحظ يا يوسف حمزة رسم إيه؟ فعلا شوف رسم إيه؟ ده رسم عصفورة على شجرة وتحت الشجرة صياد بيصوت بندقيته تجاه العصفورة، دي لوحة رائعة فعلا. طب ايه رأيكم يا جماعة نقول له ان هو يشترك معانا في مسابقة الرسم اللي بتنظمها المدرسة بتاعت كل سنة؟ يلا بينا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حمزة؟ ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ كويسين كلنا. عايزينك يا حمزه تشترك معانا في مسابقه الرسم اللي بتنظمها المدرسه كل سنه، انت بترسم حلو جدا. طبعا موافق، وكنت عايز اطلب منك طلب. بجد اطلب يا صديقي اي شيء. انا كنت عايز العب معاك.
بجد يا حمزة احنا مبسوطين انك هتلعب معانا، واهلا ومرحبا بصديقنا الجديد حمزة. يلا يا حمزة خد الاقلام والالوان ويلا ارسم عشان المسابقة. حاضر حاضر يا عم. يلا بينا يا جماعة نروح نودي المرحلة بتاعة المسابقة الأخصائية الاجتماعية المسترشحة. طال الإدارة المدرسة تحت رعاية الأستاذ فاضل عبد الماجد محمد عبد الماجد بجائزة الرسم الأولى على مستوى المدرسة، وقد فاز بها الطالب حمزة ياسين فليتقدم بألف جنيه. النهارده بس عرفت قيمة التعاون مع أصحابي وإني ما أقدرش أعيش في الدنيا لوحدي. حيوا الجماهير بقى، حيوا الجماهير بقى، حيوا الجماهير. خليك تبقى وحش على